كتير جديده مع كابتن حسام حسن، وتاكدنا ان عينه حلو في اختيارات اللاعبين. بس انت بالنسبه لك بقى، مين اللعيب اللي انت ما شفتوش مع كابتن حسام مع المنتخب ونفسك تشوفه؟ استنى ما تجاوبش، تعال الاول نشوف الناس في الشارع هتقول ايه. يلا بينا. نفسي اشوف ميدو بصراحه. ميدو، احمد حسام ميدو. نرجع نشجعه بقى زي الاول وكده. شجعه تعمل ازاي؟ ميدو كده. شيكابالا نفسي اشوفه بجد يلعب في المنتخب. ان هو لعيب كبير بس ما شاء الله عليه، ويعني فاهم هو الوحيد اللي عنده موهبه من زمان، وعلى رجل الشمال الله اكبر عليه يعني. اسمه احمد عادل حاجه زي كده. مين؟ احمد حسن كوكا الصراحه. محمد صلاح طبعا. محمد صلاح بيروح مع المنتخب. هو مش هيجي من اخر ماتش. عيد تاني معلش. حسين الشحات. حسين الشحات. تشوفه معانا. ميسي. عبد الله السعيد. نفسي اشوفه بيلعب تاني في المنتخب. هو بيلعب حاليا، هو مظبوط في المنتخب بس هو بيلعب تاني. مرسي عامل اداء حلو قوي مع ايس بوتش، وشايف ان هو لو جه المنتخب وكده هيبقى هيأدي. كريستيانو رونالدو اكيد يعني. ايه ده؟ مصري؟ حسين الشحات طبعا. والله لاعب مظلوم مش واخد حقه، يعني في لعيبه اقل منه بكتير وبتروح المنتخب حتى لو على الفترات، انما حسين الشحات بالمستوى اللي قدمه السنه اللي فاتت والمستوى بتاعه دلوقتي يستحق ان يكون اساسي في منتخب مصر. والله انا كان نفسي عبد الله السعيد يعني في السن دوت يبقى موجود بصراحه، حتى تكريما ليه لو خدنا بطوله او اداء تكريما ليه، لان انا اللعيب ده بالنسبه لي من حتى هو في الاهلي وفي الاسماعيلي يعني لعيب فلته بصراحه، انا ما شفتش حد بيرسم الملعب كده زيه. حسام مرسي. هو جامد قوي الصراحه، يعني هو في الدوري الانجليزي عامل اداء خرافي، ويعني شايف ان هو يستحق ان هو كسر الدنيا هناك. كده في عمرو ورده عشان بحبه قوي، في كان طاهر بس الحمد لله راح له عشان بحبه قوي. تمام. انت مين اللعيب اللي نفسك تشوفه مع المنتخب تاني؟ اللعيب انا بعشق بامانه عشان بلعب كوره وكده نص ملعب، بعشق حسام غالب. حسام مرسي. صفقه خسرانه ان ما يجيش منتخب مصر اليومين الجايين دول بامانه. انا لسه تشوفه مع بامانه، نفسي مقطع الدنيا بره في انجلترا ومش متشاف خالص هنا. حسين الشحات لعيب جامد جدا وبقاله فتره ما بيشوفش في المنتخب خالص. تشوفه مع حسام حسن. يا ريت. واللي كنت نفسي اشوفه قوي وشفته معاهم كان طاهر دلوقتي عامل اداء تحفه صراحه. طاهر فتح علي. اون فاير دلوقتي. ميدو يا باشا. ميدو. لسه تشوفه مع ميدو مع المنتخب. يرجع يلعب تاني بقى ويكسر الدنيا. تاني ويكسر الدنيا ويولع الدنيا، هو راجل يعني ملوش حل. اشوفه مع منتخب مصر تاني. إيه ناصر منسي. طبعا. هو الاسطوره ناصر منسي. هو اللي شايفه اللي هو يعني دلوقتي رقم واحد التوب يعني دلوقتي. ايوه طبعا ناصر منسي، لان هو عنصر مهم لو فعلا انضم للمنتخب هيفرق كتير في التشكيله. انتوا بقى شايفين مين؟ 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 مين اللعيب اللي انت مش هتشوف مع كابتن حسام حسن ونفسك تشوفه؟ مين؟ ناصر منسي. ماشي، تعالى بقى نشوف الناس بتقول ايه. يلا.